أهلا بكم. للتفاصيل، رسمت الهيئة الاستشارية لترقية وحماية حقوق الإنسان صورة قاتمة حول بعض القطاعات في تقريرها السنوي، أهمها قطاع العدل، كما حذرت من تداعيات الغليان الاجتماعي، ومن المنتظر أن تقدم تقريرها السنوي لرئيس الجمهورية الشهر الجاري. تقرير عادل زيدي. حذر فاروق قسنطيني رئيس اللجنة الوطنية الاستشارية لترقية وحماية حقوق الإنسان من تداعيات الغليان الاجتماعي الذي تعرفه الجزائر وانعكاسات الاحتجاجات التي يعبر عنها المواطن من ظلم الإدارة، حيث خلص التقرير إلى أوضاع معيشية جد صعبة تعيشها فئات واسعة من الجزائريين. المجتمع الجزائري حاليا كاين ألم اجتماعي اللي راه يعاني منه الشعب الجزائري، ولو ما يشتكيش ولكن يعاني منه. احنا تخرج للشارع وتشوف المواطن قدرة الشراء نتاعو كيف انخفضت، كيف الأمور صعبت فيما يخصه. البطاطا توصل حتى ل 100 دينار للكيلو، الحمد لله مرحلة فاتت لكن وصلت ل 100 دينار للكيلو. كيف الشعب الجزائري يبقى مطمئن؟ التقرير السنوي حمل انتقادات لاذعة لقطاع العدالة والقضاء بصفة خاصة. الطالب الأساسي وهو طالب في الحقيقة يتماشى مع الدستور. احنا ما راناش، هذه مش بدعه او حاجه اللي اخترناها بالاراده نتاعنا، لا، هذا ينص عليها الدستور، يقول لك العداله هيئه مستقله بمعنى الكلمه عن السلطه التنفيذيه. في انتظار تقديمه الى رئيس الجمهوريه خلال الشهر الجاري، تضمن التقرير كذلك ملاحظات هامه أرقت حياة الجزائريين، منها البيروقراطية الجهوية والفساد.